تواصل الدولة المصرية جهودها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية ما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين ويعمل كذلك على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وبفضل جهود الدولة لضبط أوضاع المالية العامة للدولة وذلك للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية فقد توالت الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري المزيد من التفاصيل في سياق العرض التالي مع الزميلة فاطمة خليل رغم ما تشهده الساحه العالميه من ضغوط تضخميه وحاله عدم اليقين بالاسواق الا ان الدوله المصريه تواصل جهودها في تنفيذ الاصلاحات الهيكليه مما يبعث برساله طمانه للمستثمرين المحليين والاجانب ويعمل على تعزيز ثقه المؤسسات الدوليه في الاقتصاد المصري من هنا توالت الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري في ظل جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة للدولة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية. صندوق النقد الدولي توقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023. وكانت مصر من الدول القليله بالاقتصادات الناشئه التي حققت فائضا اوليا في العام المالي الماضي بنسبه واحد وثلاثه من عشره من الناتج المحلي الاجمالي ومعدل النمو سته وسته من وكالة فيتش الدولية اكدت ان مصر واحده من الدول القليله على مستوى العالم التي شهدت نموا اقتصاديا ايجابيا طوال ازمه كورونا مشيره في الوقت ذاته الى ان مصر عام 2021 امتلكت احتياطات كبيره من الغاز الطبيعي ستؤدي الى زيادات بالاستثمارات الاجنبيه وكاله موديز للتصنيفات الائتمانيه توقعت تحسن تصنيف مصر الائتماني بفضل استمرار ضبط اوضاع الماليه العامه وخفض معدلات الدين مؤكده ان الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالاصلاحات الاقتصاديه والماليه مؤسسة ستاندرد أند بورز أشادت في أحد تقريرها بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة والذي صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر البنك الدولي أكد أن مصر هي أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدي سياسات إصلاحات الدعم لإحداث تحسن بالقطاعات المختلفة، كما حققت زيادات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئة الأكثر فقراً مجلة الإيكونومست الدولية ذكرت أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافي لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي مسجلة خمسة وستة من عام 2022-2023 وخمسة وسبعة من عام 2023-2024. مجموعة أكسفورد الاقتصادية أكدت أن الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ عام 2015 عززت مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المفاجئة. موقع المونيتور الأمريكي ذكر أن الاقتصاد المصري منفرد بالمنطقة وواحد من القلائل على مستوى العالم تحقيقا لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا، كما اعتبره نموذجا للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة. بنك راند ميرشنت الأفريقي أشار إلى مكانة مصر موضحا أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017 هذا وتواصل الدوله جهودها لرفع كفاءه الانفاق العام وضمان الاستغلال الامثل للموارد وتحسين هيكل الموازنه وتعزيز الشفافيه الماليه على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصاديه والتنمويه والعمل على تخفيف الاثار السلبيه للاوضاع الاقتصاديه العالميه على مستوى معيشه المواطنين